السلام عليكم أصدقائي الكرام. اليوم أصدقائي راني نجهز في الإطار الذي سأقوم فيه بعملية التطعيم. تابعوني كيف سأقوم بتركيب البيوت البلاستيكية في الحوامل الخاصة بها. هكذا، هذا الإطار فيه 30 مليكة أو سعة 30 مليكة. هكذا سأركبها جميعا. هذه العيون البلاستيكية اشتريتها مؤخرا لأني كل سنة أقوم بتجديدها. 100 يعني كيس فيه 100 حبة أو 100 عين بلاستيكية، حوالي $4 أو يعني هكذا من هذا الجوية. هكذا الآن أنا نركبهم كلهم، وراح نقدمهم لخلية يتيمة. هذه الخلية اليتيمة يتمتها منذ 4 أو 5 أيام. سوف أعطيها هذا الإطار لمدة ساعتين أو ثلاثة حتى تقوم بتنظيفه وتعقيمه وحتى تلتصق فيه رائحة الخلية ويصبح كأنه جزء من الخلية. طبعا لتسريع العملية أنا راح قبل أن أدخل هذا الإطار راح أضع كمية من العسل، قطرة هنايا عسل، قطرة عسل، قطرة عسل، حتى العملية تكون سريعة والنحل يتوجه مباشرة إلى العيون البلاستيكية ويقوم بتنظيفها. لأني أنا الآن الساعة الآن رايح حوالي 9 صباحا من يوم 9 مارس 2019، وسوف أقوم بعملية التطعيم في نهاية اليوم إن شاء الله إذا كان الجو دافئ. إذا لم يكن الجو دافئ فسأقوم بالتطعيم غدا أو بعد غد، المهم في أسرع وقت أو في أول فرصة سانحة. هكذا ممتاز. إذا لم يكن عندك العسل تستطيع أن تضع المحلول السكري، يكون مركز بشكل جيد. هكذا الآن أنا متوفرش عندي العسل، لذلك فأحضرت القطر أو الشربات أو العسيلة أو كل واحد كيفاش يسميها، المهم هي لذيذة ومركزة والنحل راح يقبل عليها. راح نحط هنايا في كل عين بلاستيكية كمية هكذا بسيطة حتى أجعل النحل يقبل على هذه العيون البلاستيكية ويقوم بتنظيفها وتعقيمها بسرعة، ولكي يكون هذا أيضا عامل، يعني هذه الحركة تكون عامل في نجاح عملية التطعيم. طبعا لا بأس أنك تذوق الملعقة مثلا هكذا، لذيذة جدا. يعني لماذا النحل فقط هو الذي يأكل الطيبات واللذائذ؟ فنحن أيضا نستغل الفرصة ونذوق معه. هكذا اعذروني، العملية شوية صعبة لأني راني نصور بيد وأعمل باليد الأخرى، لكن لا بأس. هكذا المهم في كل عين تحط هكذا كمية بسيطة، مش شرط تكون كبيرة ومش شرط تكون قليلة. هكذا أشاهد عبر الشاشة أشتغل. طبعا بعد ما خلصت توزيع المحلول السكري هنا على العيون البلاستيكية، الآن سوف أركب الإطار تاعي، هذا الإطار الخاص بعملية التطعيم، وأقدمه مباشرة للخلية اليتيمة أو الخلية البادئة كما يصطلح تسميتها. طبعا من الأحسن ومن المستحسن ومن المحبذ
أن الخلية تاعك هذه الميتمة التي ستقوم فيها بتربية الملكات، من الأحسن أنك تغذيها بالعسل المذوب أو المميه أو المذاب في الماء، زائد حبوب اللقاح، كمية من حبوب اللقاح. هذا سيجعل الغذاء الملكي الناتج سيكون غذاء كامل جدا وقوي وكثيف، وهذا من شأنه أنه يعطينا ملكات قوية جدا وذات تكوين صحيح. طبعا أنا أستغل الفرصة الآن لكي أتذوق ما بقي في الملعقة، هكذا إن هبت رياحك فاغتنمها، يعني جاتني فرصة لكي أتذوق فلا بأس. المهم سنعود بعد لحظات إن شاء الله، وسنضع الإطار هذا مع بعض في الخلية اليتيمة. يلا سلام. إذا خليتي اليتيمة ها هي، فيها حوالي 3 إطارات ونصف من النحل. لو تلاحظون هنا على في هذه النقطة، هنا هاو بيت ملكي، النحل اليتيم بدأ يبني البيوت الملكية، لكن مش مشكل. ها هو هنا الإطار تاعنا، إطار التطعيم الذي ملأناه بالمحلول السكري، الآن نضعه هنا للنحل لكي يقوم بتنظيفه هكذا. هكذا نضعه وسط الحضانة. سوف نعود إليه بعد ساعتين أو 3 أو أقل تقدير ساعتين، ومن الأحسن تخليه يوم كامل أو ليلة كاملة، لكن إذا كانت الأمور مستعجلة نوعا ما فأقل تقدير ساعتين، وهذا أضعف الإيمان. التواريخ التي تشاهدونها هنا وهنا هي تواريخ العام الماضي، لأنه هذا الإطار اشتغلت به العام الماضي، فالتاريخ اليوم هو 9 مارس 2019. طيب الخلية هذه أو أي خلية مربية أو بادئة لازم ما يكونش فيها البيض في الإطارات تاعها، لازم ما تكونش فيه يرقات عمر يوم أو يومان في الخلية نهائيا، بل البيض الوحيد أو اليرقات الوحيدة التي يجب أن تكون في الخلية هي اليرقات التي نقدمها هنا في هذا الإطار، إطار التطعيم. ما عدا ذلك فممنوع منعا باتا أن تكون هناك يرقات صغيرة السن أو بيض. يعني أنت يوم التطعيم يجب أن تتأكد أن خليتك أول حاجة يتيمة 100%، والثانية أنه ما عندهاش بيض وما عندهاش يرقات عمر يوم أو يوم ونصف أو يومان كحد أقصى. ما عدا ذلك فعادي، يعني لما تكون عندك حضانة مغلقة أو على وشك الفقس أو عادي، ما فيش إشكال. احنا راح نغلقوا على خليتنا، نخلوها تهدأ نوعا ما، نخلوها تنظف الإطار تاعنا، بعد ذلك نعود ونتابع عملية التطعيم إن شاء الله. يلا سلام.